وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع يبقى المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى أي سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني خصها الله بأشياء، زي ما خص آدم قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، في أشياء مخلوق بالكون زي احنا جميعا كده مخلوقين بكون اب وام يجتمعوا مع بعض ويطلع مش، انما ادم مخلوق بالمباشره. ولذلك لما قال الابليس استكبرت ان تسجد لما خلقت بيدي، انا خلقه بايدي، يبقى يعمل شرف ايه، شرف ايه كبير. وبعدين يقول ايه السماء بنيناها، وبعدين ايه يجي في اتنيه والسماء ذات الحبق، حبك يعني محبوكة. طب إيه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني إيه؟ أن ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، إنما هي ذرة من الطوبة في ريح ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها إيه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شويه ونازل شويه وهيه، ويقعد يدار الحكايه دي بانه يلطش شويه منى ويسويها بالبتاعه كده مش كده، ويعمل، وبعدين يجي اللي بيغفى او المحاره يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحاره ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع ده، فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق، اللي بيبني بدبش كده ده مش زي اللي بيبني بطوب أصول أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفى، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجة. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنية تكوينه لانه محبوك حبكة لا ترى من فطور. ثم ارجع البصرة هناك ايه الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني عشر اوض ويغفقهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوش زي بعض ابدا. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجة باللون واحد في بيت، يوم يعمل البوية بتاعته كلها مرة واحدة، علشان ايه؟ عشان ما تختلفش، ومع ذلك تختلف، لانه لما ياخد بالبرميل جردة النهاردة يضرب بالأوضة دي، اللي في البرميل التاني هيتفخر منه شوية فاللون يبقى اكتر شوية، برضه هيتغير. نعم. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجه يعني يحافظ عليها. كلمه محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه ايه، لنفسته واصلته. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمور. ولذلك ايه، ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضه انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ لا. هناك الايه، ومن اياته خلق السماء، لا ان تقوم السماء والارض بامره، كلها مخاض عليه هو، لأن حاجة عايزة عظمة، عظمة التكوين وعظمة خلق وعظمة صيانة، كلها ما يعملها إلا مين؟ إلا ربنا. وإحنا اللي حافظينها برضه للصيانة من عندنا إحنا، مش هنخليكم تصنوه ولا تعملوا فيها أي حاجة. الصيانة إيه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ هي يعني الصيانة برضه بتاعتنا، وهي مش عايزة صيانة. ليه؟ لأن إحنا اللي عاملينها.
طب إيه؟ طب قال لك ايه؟ لا، الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده. يقول ايه؟ كان زمان الشياطين تسترق الايه؟ السمع. لكن بعد ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى ان لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي الى اعدائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه؟ ولذلك شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ناحيته ايه؟ يتبعه ايه؟ شهاب ايه؟ ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها في الكون، ايات وهي لوحدها ايه؟ ايات، شمس وقمر ونجوم وافلاك، وبعد ذلك المراصد فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من الذي خلق الله الارض، لسه ضوءها ما وصلش الينا، مع ان سرعه الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانيه، لسه ضوءها ايه؟ ما وصلناش. يبقى ده ايه؟ وانا لايه؟ لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك ادينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الحكايه دي، انا هديك بس موجز. ما السماوات والارض وما بينهما بالنسبه لملك الله الا كحلقه القاها ملك في فلاه. كل الحكايه دي كلها. ومع ذلك يقول لك ياما طلعوا للقمر، يقول لك ده طلعوا للشمس، طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، اهو القران جابه. القران ايه؟ جابها. برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقران كل حاجه، مش كده؟ بقول لك ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يقول لك اهو نفذوا من بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الايه ده ايه؟ كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء، نقول له ده ربك انت اللي قايل. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت، ام قال الا بسلطان، اي انا من اقول له افتحي له يفتح له. هذا السلطان، هذا السلطان من سلطان العلم. وبعد ذلك تقول له طب سلطان العلم مال الامر ومال السبع؟ طب الكلام على يا معشر ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، مش كده؟ السماوات مال السماء ومال الامر؟ ده الامر بينه وبين 2 سنه ضوئيه، ده الامر ضاحيه زي المعادي كده. دي امر ايه؟ ايه هو؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. بعد ما يكون يقول اياتنا في الكون كله يجيب لها ايات لوحدها كده. نعم. اياتها معرضون، واحنا الاعراض يعني يدي لها عرض ايه؟ كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا دي امتنان الحق سبحانه وتعالى، لا يمتن الا بنعمه. ولذلك يقول لك والليل اذا يغشى بيقسم به، والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، والضحى والليل اذا سجى ما ود الله. يبقى الليل والنهار دي عمليه ايه؟ عمليه كبيره. ليه؟ لان الخليفه في الارض مخلوق علشان ايه؟ يعمرها. انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها، مش تعمروها من عندكم، تعمروها بعقل الله، العقل اللي خلقه ربنا، مش كده؟ والجوارح اللي هتفعل من شرع ربنا، والماده اللي هتاخده منها من شرع ربنا، كلها بتاعت ربنا. اذا انت بس هتالف ديتي وايادي وايادي وهاتي تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده، والحركه تتطلب طاقه، الطاقه تتطلب غذاء. الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح. ولذلك يسموا النوم ده الايه العظمى من ايات الله للانسان. يعني الانسان امين على النفس اكثر من صاحب النفس. الله والعياذ بالله، الله امين على النفس اكثر من صاحب النفس. يوم يجي ازاي؟ تقعد تشتغل والشغل حالي ليك او حلو،
وبعدين ايه تزهل عن يعني عن التعب، وبعدين تلتفت تلاقيك ايه ما انتش غادر، يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك انت لم تعد صالحا للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح لايه للحركة. ولذلك لما انت تحاول تجيب النوم ما تجيش، انما هو يجيبك من اعتى شعر مش كده ولا؟ والسكر يغلبه الايه النوم بتاع الزمان اهي. يبقى النوم فيه من اياته منامكم بالليل، انما شوف الاحتياط النوم يغلب السكر. لا ديك خلاص ما انتهينا منها، احنا قلناها الف مره دي. ومن اياته منامكم بالليل، صحيح هو النوم بالليل لانه هذا السكن والراحه، انما طيب اللي عايزين يحرصوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار. نشوف الاحتياط، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعشان اللي بيحيي كل دول عايزين نشوف الاحتياط. فالنور ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه للحركه. وبعد ذلك ان انت طلبته مش ممكن يجي، ولذلك يقول لك ضيف ان طلبته اعنتك وان طلبك اراحك، ساعه هو ما يطلبك. ولذلك لما يجي النوم يغلبك يغلبك تنام على حصر من غير مش عارف ايه. يقول لك ولذلك يقول لك المثل العربي فراش المتعب وطيء، فراش المتعب ما فيش احسن منه، ان شاء الله يكون نايم على حصر، وطعام الجائع هنيء، اي طعام ياكله يبقى حلو، كذلك اي فراش والواحد تعبان ينام. ومن اياته منامكم هو الذي خلق الليل. وبعدين ربنا ادانا العلم، جعل الليل ليه عشان ايه؟ تبتغوا من فضل، والليل النهار، والليل عشان ايه سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر، الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضه الليل والنهار؟ قال لك ما هو جعلنا الليل والنهار خلفه، ما هو دايرين ورا بعض برضه ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفه يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضه ايه كلمه يسبحون بقى دي من ادق التعابير في الاداء الحركي، ماخوذه من سبحه السمك في الميه. شوف الميه واليونسها والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لان قطع المسافات له وسيلتين، الوسيله الانسيابيه والوسيله القفزيه. قفزيه يعني ينط كده، الانسيابيه يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعه عنده، ساعه الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجري، وعقرب الدقائق اقل منه مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقائق تجده مش مستمر للحركه الزمنيه، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص العقرب الدقائق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى اسمها حركه قفزيه، يعني مرت على الحركه فتره سكون. الحركه الانسيابيه ما يمرش على الحركه فتره ايه؟ سكون. يبقى كل جزئيه في الزمن فيه جزئيه من الايه؟ من الحركه. دي سبحه السمك، سبحه الايه؟ يعني السمك لما يمشي مش شويه وبعدين. ولذلك ايه؟ يشبهها ايه؟ فالسابحات سبحه. اللي بتسبح كده. الافلاك بقى مش ماشيه كده وتقف شويه وتمشي وتقف شويه وتمشي، لا. ماشيه كده، كل جزئيه لا تتجزا من الزمن فيها جزئيه لا تتجزا من الحركه. ولذلك الذي مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل
هل الظل لما تشوفه كده يقف شوية ويمطأ شوية ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو ان واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده، لا يكبر في عينيه ابدا. انما ان غاب عنه شهر يقول الله، يبقى الكبر بتاع المده دي اتجمع، وانت ما عندكش مقياس عشان تدرك ثانيه، انما هو في الثانيه بيكبر. مش بيجي اخر نهار ويقول له مطولك النهارده سنتي ولا ملي، لا كله ماشي. هيدي اللي اسمها الايه؟ اهي كلهم في فلك يسبحون. معناها كده، معناها ان كل جزئية في الزمن فيها جزئية من الايه؟ لا ما فيهاش وقفة ابدا، مش كده. لا وبعد ذلك يرجع الى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، مش عارف ايه، بقولوا ما دام حيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني لست بدعا من الرسل لما اقول انك ميت وانهم ميتون، دي سنة الله. بل الموت علشان بقى نشبع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى. بعد ما تمت المسألة ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص ربنا عايزنا، واحنا نعرقصه نقول له لا خليك شوية ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت. يفرحوا هم. طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش؟ هم اللي هيبقوا خالدين. طب هم رخنا ايه؟ افإن مت هم اللي هيخلدوا. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ما دام كل نفس ذائقة الموت تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وان كانوا اخيار يبقى بنعجل بهم الى لقاء الله، وان كانوا اشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ ان كانوا اخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وان كانوا اشرار يبقى ارتحنا من شكلهم. مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق احساس الانسان بالالم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل ان يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى للذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني واحد هيحزن لما يموت، الاسى بعد فرقة الروح عجز. طب ما دام الروح طلعت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني؟ يبقى ما دام روحك طلعت يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والاسى لا يكون قبل الفراق، يبقى اذا الاسى مش مفرح. الاسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بايه؟ لما انتهت حياتك. كويس. امال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة مقدمات الموت. ولذلك يجي على الانسان وقت مهما كان صحيحا يدرك انه لا محالة ميت. بلغت الروح الايه؟ الحكومة. حتى اذا بلغت الروح الايه؟ التواقية، وقيل من راق وظن انه الفراق، خلاص تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي ام مقطوع به. ولذلك تلتفت الايه؟ يبقى كويس، يقول لك خلاص يا ابن المسألة مش عارف ايه. الله. يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت، اي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو اي نختبر. فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، انما تذم غاية الابتلاء. اذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش ايه؟ مش مذموم. انما المذموم ايه؟ ان الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب، قال الامتحان نفسه يبقى فيه شر اللي يسقط. انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم.
طب وهل الله في حاجة إلى أن يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حج عليكم، احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حج عليكم. ازاي؟ تيجي مثلا تقول للأستاذ والله انا مش فاضيين الامتحان ده، شوف الطلاب عندك دول يعني فيهم كده وشوف مين اللي ينجح، واللي ينجح شوف مين يطلع الاول ومين الثاني، مين اللي يسقط خلينا نخلص من الحكايه دي. يوم يعمل كده يدي شويه على حسب ما يعمل، وشويه ينجح وشويه يسقط، يوم اللي صوته يقول لا ده حكم جائر، لو امتحنتنا كنا نجحنا، انت واخدنا على اننا كنا بنلعب قدامك طول السنه مثلا مش كده، لكن انا جيت اخر سنه جبت مدرس خصوصي، جه واحد غششني، جه واحد سرق لي الاسئله، يبقى انت ما ظلمتني. يقول له صعب على ايه يا سيدي؟ لامتحنك وبعدين تطلع النتيجه زي ما يبقى احنا عملناها عشان نقطع ايه؟ عشان نقطع الحج عليه. يبقى اذا ابتلاء الله لخلقه لا ليعلم والا فهو عالم، انما ابتلاءه عشان ايه؟ يقطع الحجه وتبقى شهاده على نفسك. ما تقولش انت لو امتحنتني كنت انجح، ادي احنا امتحناك ونبلوه. هي البلاء يجي بالشر والخير؟ قال لك ايه بالاثنين؟ ليجي لان ما دام انا هختبرك اشوفك تعرف قيمه الخير فتنصره على خلق الله الضعاف وتؤدي به حق الله شكرا كثيرا، ولا يبصرك ويطغيك، يبقى ادي ابتلاء بالخير. ونبلوكم بالايه؟ والخير فتنه. طب ونبتليه بالشر؟ اي نشوف ابتليه بالشر كده شوفك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الله يباهي الملائكة بالطائعين، ورب أطاعوك لأنك أنعمت عليهم بكذا وكذا 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 وكذا. يقول وأسلب نعمتي عنهم ويطيعونني. أدى الابتلاء. ولذلك إيه؟ إحنا بنبلوكم نبل من المخاطب؟ المخاطب الكل. الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم. الله، اذا كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لي ده وده ابتلاء لي. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له ليه؟ ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء الغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير، والفقير لا للغني. طب والغني ده الغني، والصحيح والمريض، هات المتقابلات بينه. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده. طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك، وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا. وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمة المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنة لمين؟ للآخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لأن نتيجة الفتنة دي يا نجاح يسقط. فإن كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافأة. وإن كان سقوط يبقى عايز عقوبة. من اللي يعملها بقى؟ المرجع إلى الله. وإذا رآك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ساعة ما بنشوف إن دي في مرة إن تجي شرطية بعد فيها، إن حصل كذا حصل كذا، إن جئت أكرمتك، يبقى دي إن شرطية. ومرة تجي إن للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه؟
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي، وتبقى إيه بمعنى إيه؟ بمعنى النفي. هنا بقى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوء، يعني إيه؟ ما يتخذونك إلا ساعة ما يشوفوك يهزأوا إيه؟ يهزأوا منك إيه وجه الهزوء يعملوا إيه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه؟ يقولها. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ بيذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بيه، قال لك الذكر كما يكون بالخير، يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير، وكنا فلان عند بذنب الأمس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالأمس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بإيه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى ذكر إيه شكله؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليكم ايه بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي المال الهوى ميله على الارض كده تجوا تعدلوه، قال بيد الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على اللي بتاعته انكسرت، قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان ايه المساله دي، يقعد بقى يقول لهم قالوا لا يضر ولا ينفع، طيب انت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هيبقوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة، طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق، ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي بنسمع من الأزمة دي؟ شوف هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضه بقى، هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء، يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون، بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق، هذه برضه مقياس من المقاييس اللي هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، كرره ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو متنت عجلة عايز كل، والمعنى العجلة ايه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه، وصحيح هو كده، ولذلك بقول لك لا خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ اوانه، ساريكم اياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات ايه. خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون، ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير، طيب ما فيش معنى يا سيدي تعجل الخير، ام انت من حمقه انه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر حتى بيتعجل ايه الشر، ما قالوش له متى هذا الوعد وان كنتم صادقين، فأتنا بما تعدنا، يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه ما ظنت خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجة زي دي هتحصل، نعم. فبيقولون سأريكم آياتي ايه فلا تستعجلون، وإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني انت وانت حي هتشوف فيهم حاجه، وان توفيناك وقبضناك الينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف في الاخره فالينا يرجعون. خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون، ويقولون اهي ادرسك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير، الكلام اللي انتم بتقولوا ده امتى الكلام ده؟ يبقى بعضهم مستعجلين ويقولون متى هذا الوقت، استبطاء له إن كنتم صادقين، مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا
الذين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم ايه، شوف الآية ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لان الوجه ده اشرف حتة في الانسان، واحنا قلنا لما الانسان يصيبه عطب من اي حاجة بيدفع عن ايه؟ عن وجهه. افرض ان حاجة ترتشيته، عربية ماشية كده وترتشيته، بيمسح بايده دي ايه؟ وجهه. طب ما انت بتنقل الطين هنا في ايدك، اما قالك لا، لان ده هو ال، تبقى اذا الوجه هو الشيء الايه اللي الواحد حريص على ان يدفع عنه اي سوء. قال لك اهو انت مش هتقدر تحوش عن وجهك، مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه، ده مش هتقدر عليه. لو يعلم الذين كفروا حين اي وقت لا يقدرون على ان يكفوا عن وجوههم العذاب وهي اشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو ايه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي، ولا يجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ابدا. ولذلك ايه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامة ردوا بالكم بان انا بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامة ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، هو يقول لهم كده. مش إن مش هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه، إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء، لأنه هو كان حظه يعمل إيه؟ إنه خلي ابن آدم يعصي، إنما هو بده يتبرأ إيه؟ يتبرأ منه هكذا. وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخ يعني إيه؟ مصرخ أصرخه، الهمزة همزة إزالة، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجة فوق طاقة احتماله يصرخ. يوم واحد يسمع له جالك ويروح منع عنه الايه، ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا، اللي يجيله بقى علشان كده يبقى اصرخه اي ازال صراخه. خلاص، بل ما انا بمصرخكم يعني انا مش حاجة عشان ازيل، ولا وما انتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم. قال لك ولا هم ايه ينصرون، ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب، لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون مصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي عيكم إلا لكفوا عما يؤديهم إلى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا إيه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في احداث الواحد يتوقعها، انما يبغته يعني ايه، يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البغت الدهشة والحيرة، تبهته يندهش كده ويحتار يعمل ايه. ليه؟ لان مدام بغته، لما كانوا يعملوا صفرة انذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده، انما في مكانش الصفارة دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد. يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه، على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه، ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لقى الجدل،
قال له طب هنسيب الحته اللي هنلك فيها دي، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. لانه لما يقول يحيي ويميت يقول له انا احيي واميت برضه، وقال كده ازاي انا نقدر اقول على الله اعدموه؟ كلام سبسطه. وبعدين يقول ما تعدموش، يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحيه. اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش، يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب. حاجه سهله ايه؟ فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون اي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالوا؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو هو الاول ايه؟ واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. قال له مساله خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه؟ يستهزئون. الحق هنا في سورة ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه، ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف المبالغه في الغزاله، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا يروح بيته بقى مبسوط يقول له اما انا قابلت الواد اللي عمل صوله لده هو هزأته تهزيق المبسوط اللي بيحكيه. واذا ايه؟ انقلبوا فكهين، مبسوطين اللي عمل الحكايه ويبشروهم يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني، فاليوم أي الحاق أي حاق، فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم، نقول له ايوه يا رب أوي عرفت أوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا أي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء أبدي بقى، ده انتهى، إنما دي استهزاء إيه؟ أبدا. قل تستهزأوا بهم دوني، ده لهم اللي من أجلهم ربنا صين لكم الحياة، الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزأوا منهم هم دولي، لولا أطفال الرضع مش كده؟ ومشايخ ركع وبهائم ترفع لصب عليكم العذاب صبا. يعني أنت لما تشوف واحد تقي إن كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لأنه هو نيل لاستبقاء حياتك أنت فيه. والتقي على أقل تقيير فيه أنك أمنت شره، يعني بس بالزيادة دي انك انت امنت انه يأذيك، يسرق منك، يختلس، يتفصص على عرضك، ما يعملش حاجة منك، يكفي هذا منك. وبعدين قال ايه؟ اهونتوا بتعملوا كده في رسلش، بتستهزئوا بيه والصالحين تستهزئوا بيه والاخره، وانا رب الكتب وانا هم مطيعيني وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله، كانت الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظونه من الامر، لا، الحفظ صادر بامر الله، الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به،
الله يريد شأن وانت تحفظه من اللي اراده. لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من امر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما بيكلأكوش تفور، انما انا اللي قايلهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا هو نايم عليه حفظه. اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حتت فيها تعابين ومش عارف ايه والى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوموا من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجه يعني، بس يخضته، انما ولا عمل في حاجه ولا دعوه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاقب، اللي منزل لكم المطر عشان ويطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انك تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقول لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسها، هترسلكم انتم. طب خلي كده الاله يتأثر باللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب عدوم كده وروح شاركه، ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتم اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة، وانتم اللي لحتين الآلهة اللي هم العابد بيصنع المعبود، يقول تتعكر يقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيره شويه، لا قاعدينها شويه، انت مش عارف عين حط عين بتقلل، ايه الحكايه دي اللعبه دي؟ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ليه؟ لا يستطيعون الآلهة اللي ان كان فيه لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. في حاجات بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجدوا نصر اخر، انما ايه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بصر وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف، يقوم يجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس دول لهم علي ذنب وأخاف أن زي ما قال ولهم علي ذنب وأخاف أن إيه أن يقتلون، يقول له ولا يهمك أنا هحرسك وحاجب واخدك في ايدي لحد ما فوتك، واخدك في ايدي. يبقى يسحبه يعني ايه؟ يسحبه بيحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب. طيب انت صاحبته صحيح الصحبة وقعت منك له عشان تنجيه، هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيه منك؟ يبقى لا دي ولا دي، لا هم منا يصحبون يعني ما نكونش في صعوبتهم لنوجههم، ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منا. ولا هم منا يصحبون. والى لقاء اخر ان شاء الله.